السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية يا إخواني لا تنسوا الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. اليوم جينا نتكلم أحبابنا خاوتنا على حلم تمثيل الجزائر بالنسبة لميتشيل فايزر أو رغبة الجزائريين أو حلم الجزائريين بمشاهدة ميتشيل فايزر في المنتخب الجزائري بسبب المستويات الرائعة الذي يقدمها هذا اللاعب في منصبه، ويعتبر من أحسن اللاعبين في منصبه في ألمانيا. يعني صراحة اللاعب جد رائع، لكن المشكل ليس هنا، المشكل ما عنونت الصحافة الألمانية على أنه مدرب المنتخب الجزائري جمال بالماضي يعني يتابع أبرز اللاعبين ذو الأصول الجزائرية المنتشرين في القارة الأوروبية واختيار أفضلهم بينسير تمثيل المنتخب، من بينهم الظهير الأيمن في الفريق فيردر بريمن الألماني ميتشيل فايزر. هذا الشيء عادي كما نعرفه، لكن الغريب في الأمر ما عنونت قلنا الصحافة الألمانية على أنه حلم ميتشيل فايزر في تمثيل المنتخب الجزائري أصبح بعيدا جدا. يعني الحلم أصبح بعيدا جدا، على الأقل أم يقولوا أنه على الأقل تربصات المقبلة ما كاش، ممكن بعد كأس إفريقيا الله أعلم. وقال أنه هذا ما لمح له اللاعب في آخر صريحته، لأنه ميتشيل فايزر صرح في آخر مرة وقال أنه يعني حاليا ما عندي حتى اتصال سواء مع جمال بالماضي أو حتى مع طاقم الفاف. هذا واش قال. دونك يبقى السؤال، هل الفاف راه يتخبي ولا هو راه يخبي او تعليمات الكوتش، ام صراحه هو ما كانش اتصال ما بين ميتشيل فايزر؟ بالاضافه انه الصحافه الالمانيه واش راهي تقول، انه جمال بالماضي مقتنع جدا بالظهير الايمن كيفن جيتون. هو صحيح لاعب جيد، لكن تنقصوا نوعا ما هذيك النزعه الهجوميه. جيتون عنده النزعه الدفاعيه، يعني تقريبا ما نقولوش كما بالعياده البلاد ضعيف جدا، لكن هو دفاعيا مليح، لكن هذيك السرعه تاع يوسف عطال ما كاش. ميتشيل فايزر عنده الحاجه مليحه انه يعني يراوغ ويساعد هجوميا على اساس انه مهاجم، يعني تحسوا جناح ما تحسوش يعني ظهير ايمن. لكن يبقى الخيارات في جمال بالماضي، وقال انه قالوا انه تقدم في السن 29 سنه يعني هي ما خلات يعني جمال بالماضي ما يبنيش يعني عليه احلام. احنا الهدف تاعنا وشنو هو؟ هو كاس العالم 2026، يعني نقدروا هو يلعب 3 سنوات يعني في المستوى العالي نورمال. يعني احنا اصلا ما راناش كما احنا نقولوا نحوسوا على غير اللاعبين، لانه لو كان طبقوا العقليه هذه حنحوسوا بزاف لاعبين قراهم كبار في السن، علاش اوندي ديلو راهو ميت ونجيبوه؟ لذلك من اظن انه بعض الحجج اللي قدموها الصحافه الالمانيه يعني نوعا ما تشوفها شويه سافا با، لكن يبقى الكوتش جمال بالماضي هو سيد قراراته، ونخلوا الايام القليله المقبله هي اللي تحكم. مع العلم انه الصحافه الجزائريه ولا مره طرحت سؤال على هذا اللاعب او استفسرت على هذا اللاعب، ما عدا الاسئله الغبيه التي تعاد في كل مره. على كل حال هذا واش كاين جديد فيما يخص ميتشيل فايزر، اعطونا رايكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.